دي اللي نبدأ المباراة. هلا شعراوي واللاعبه رضوى سالم، دينا عمرو تبدأ الهجمة. الأهلي ياخد الكرة الحصة التبادلية، وقف الملعب لران علاء، دينا عمرو تاني زون ديفنس، جرب دينا عمرو على 3 بوينت أو 3 بوينت ما تجيش. كريمان بتلم لرضوى، سارة مسعود على العقل المفكر لنادي الجزيرة، عفوا دي نورة، رضوى سالم لسارة مسعود اللي معاها الكرة دلوقتي، بتحاول ترتكز وبتلف ما بتجيبش، بتلم على طول دينا عمرو، دينا عمرو بتطلع لران علاء، بتطلع بالفص بريك لهبه عبد الرحمن، بتجرب الثلاثيه الثانيه ما بتجيش، بتلم على طول صمام دفاع النادي الاهلي دفاعيا وهجوميا. هلا مصطفى طلع وتهدى على ملعبها ثاني لران علاء، ران علاء بتحاول تخترق بايديها الشمال كده، اي حاجه ما بتجيش، ومنه يحيى على طول بتحصل على اول فاول في المباراه رقم 41 لعيبه منه يحيى، واول فاول على نادي الجزيره في الشوط الاول. نادي الجزيرة بيمثله سارة مسعود ونورة ورضوى سالم وكريمان محمد رقم 7، وهنقول لكم اللعيبة الخمسة لأنها مش باينة في الكادر. منة يحيى على التنفيذ الرمية الحرة الأولى، ما بتوفقش في تسجيلها. الرمية الحرة الثانية برضه بتخفق في تسجيلها، بتلم كريمان لعيبة النادي الأهلي السابقة ولعيبة نادي الجزيرة. نورة بلي ميكر تطلع لسارة مسعود، سلامات يا سارة خارجة من إصابة. رضوى سالم دفاع قوي من هلا مصطفى، بتحاول رضوى تعدي، عارفين بعض وحافظين بعض، كيك اوت كريمان، ميديم شوت ما بتجيش على طول. دينا عمرو بتطلع الران علاء، بتجري في الفص بريك، بتجري بتدي الهالة، هالة بايديها الشمال ما بتجيش، تراي على الباسكت ما بتجيش، بتلم على طول وتفضل الاشتباك. دينا عمرو لران علاء، هتجرب تاني هبه ما بتجيش، ران علاء تنزل لهالة مصطفى، ارتكاز كيك اوت لهبه عبد الرحمن، لكن الحكم الكابتن محمد دمياطي بيحتسب اوتسايد على النادي الاهلي لملامسه حذاء اللاعبه الخط. رقم 20 من نادي رنا همام، نادي الجزيره ساره مسعود بتبحث عن صغر، طلع رنا همام ثلاثيات رنا همام ما بتجيش، بتلم على طول هلا مصطفى، بتطلع بالفص بريك لوحدها، تهدي على ملعبها، تروح على طول رنا علاء، رنا علاء بتهدي على ملعبها، ميديا كده سلم اي حاجه، مفيش حد فضل الاشتباك باي نقاط سجلت حتى هذه اللحظات. ساره مسعود على الفص بريك وما بتسجلش، معاها دفاع قوي من دينا عمرو، دينا عمرو المباراه رايحه جايه، محدش عارف يسجل ولا ايه. دينا عمرو واول نقطتين لدينا عمرو لصالح النادي الاهلي، تصبح النتيجه 2-0. نوره لعيبه رقم 9، دفاع قوي من هبه عبد الرحمن، احدى نشاط النادي الاهلي، رضوى سالم بتعدي فوت ورك كده جميل ما بتجيش، بتلم على طول رنا علاء، رنا علاء بتجري بملعبها، رنا علاء هتعمل ايه؟ مستنيه هاله، بتدي لوب كده الهالة، هاله ما بتلحقهاش وتطلع اوت سايد، لان ساره مسعود رقم 4 اللعيبه اللي انتم شايفينها قدامنا طلعت الكوره من ايديها اللاست تاتش، حسبها الكابتن محمد دمياطي. اوت سايد لصالح النادي الاهلي على التنفيذ من البيز لاين او من الحد النهائي، اللاعيبه رنا علاء رقم 11، هبه عبد الرحمن تطلع لهالة مصطفى، لران علاء تاني تمسك كرة وتديها الناحية التانية سكيب باس ليه هبه عبد الرحمن، بتخترق من الميدل، بتجرب ران علاء واحدة من ثلاثاتها اير بول ما بتجيش، بتحاول معاها منة يحيى، لكن رضوى سالم لاعبة رقم 11 عاملة تحجيز أو بوكسنج أوت كويس جدا عشان الكرة تطلع أوت سايد لصالح النادي الجزيرة. رنا همام الأهلي بيضغط بدفاعاته من أول الملعب على سارة مسعود وعلى نورة، الاثنين عقل مفكر للفرقه. ساره مسعود حاول تخترق، دينا عمرو معاها ميديم شوت، لكن دينا عمرو بترتكب خطا تحتسبه للكابتن ايه على اللاعبه دينا عمرو، وده الفاول الاول في المباراه على النادي الاهلي. ساره مسعود كابتن نادي الجزيره على التنفيذ الرميه الحره الاولى، ما بتوفقش في تسجيلها. على تنفيذ الرمية الحرة الثانية سارة مسعود ما بتسجلهاش، بتلم رضوى سالم أي حاجة، بتلم منة يحيى، منة يحيى بتطلع لرنا علاء، رنا علاء بتحاول تعدي ودفاع قوي من سارة مسعود، بتطلع فعلا لدينا عمرو، دينا عمرو لمنة يحيى وباصة كده تطلع كيك أوت ليه هبة، هبة بتجرب حظها في الثلاثات ما بتجيش، بتلم منة يحيى تاني، لكن أوتسايد على اللاعبة منة يحيى رقم 41
تحتسبه الكابتن آية خالد. أوتسايد صالح نادي الجزيرة. رضوى سالم بتطلع بالملعب، دفاع ضاغط على نورة اللي معاها الكرة دلوقتي وعلى كمان اللاعبة سارة مسعود. الأهلي بيلعب مان تو مان. سارة مسعود ماسكها دينا عمرو. ثنائيات بتحصل في الملعب. كريمان بتحاول تخترق، بلوك جميل من هالة، بتلم تاني كريمان لنورة، نورة بتفضي نفسها ميديم شوت، بتشوط، بتسجل أول نقطتين لصالح نادي الجزيرة، تصبح النتيجة تعادل 2-2 في ديربي الجزيرة. نهائي بطولة المنطقة، الأهلي والجزيرة دايما ده ديربي، اسمه ديربي الجزيرة. منى يحيى بترتكز وبتلف، بتلاقي الدنيا مقفولة، بتلف الناحية التانية وبتستعمل الحلقة البورد، وبتسجل نقطتين 4-2 لصالح نادي الأهلي. رضوى سالم هجمة عنترية، بتطلع، بتقف ديفنس كويس جدا، لكن الحكم على طول بيحتسب مخالفة المشي بالكرة، كابتن منى علي لصالح النادي الأهلي. رنا علاء بوينت جارد النادي الأهلي. دفاع قوام النادي الجزيرة، لكن في حاجة هنا حصلت مش شايفينها في الكاميرا، لكن هي على النادي الأهلي. رنا همام طلع الكرة لرضوى سالم. رنا همام، نورة، سكرين من سارة مسعود، نورة بتفضي نفسها على التلاتاية، بتجرب حظها ما بتجيش، بتلم على طول رنا همام الجزيرة، بتدي لسارة مسعود، عندها بيفوتين كويس، لعيبة تخاف منها، بتلم تاني سارة مسعود، بتطلع كيك اوت لرضوى سالم، بتجرب أول تلاتاية في اللقاء من نادي الجزيرة من اللعيبة رضوى سالم. كرة النادي الأهلي، رنا دينا عمرو، هالة، رنا، بساط سريعة، هبة عبد الرحمن، 5-4 النادي الجزيرة، فيك كده من لعيبة هالة، بتقطعها على طول اللعيبة منى يحيى، بدايف جميل جدا وفيك شوت، وبتباصي ليه منى يحيى، بتسجل نقطتين في جعبة النادي الأهلي، تصبح النتيجة 6-5 للنادي الأهلي، وده الفاول الثاني على نادي الجزيرة. رمية إضافية لصالح اللاعبة منى يحيى، لاعبة النادي الأهلي رقم 41. مباراة النهاردة الأهلي يكسب الأول، يا ترى الجزيرة هيعصلك، هيقول كل رأي تاني، هنشوف مع أحداث ومجريات هذه المباراة. رمية إضافية للاعبة منى يحيى على التنفيذ، وبتسجل الرمية الإضافية 7-5 لصالح النادي الأهلي. نورة، سارة مسعود، دفاع قوي من النادي الأهلي، بيضغط من تلتين الملعب. رضوى سالم بتجرب حظها تاني، هتجيب ولا إيه؟ ما بتجيبش، بتلم على طول. هالة مصطفى بتطلع لرنا علاء، رنا علاء بالفاست بريك لدينا عمرو، بتقطع هالة مصطفى ودينا عمرو أسيست، ولا أروع ولا أجمل، وزي ما قال الكتاب بالظبط. تصبح النتيجة 9-5 لصالح النادي الأهلي. كريمان، جزيرة، رضوى سالم، سارة مسعود، وبتسجل نقطتين، بترد على طول على الأسيست اللي عملته دينا مع اللاعبة هالة مصطفى، تصبح النتيجة 9-7 لصالح النادي الأهلي. دينا عمرو تحاول تخترق، لكن على طول كريمان بتعترضها بفاول، تحتسبه الكابتن آية، الحكم الكابتن آية خالد. وبالمناسبة كل سنة وأختها الاء، الكابتن الاء، وهي طيبه، حكمه برضه واعده، نتمنى لهم كل خير وتوفيق ان شاء الله. اوت سايد لصالح النادي الاهلي، اجمالي الفاولات 3-1 على الجزيره. النتيجه زي ما احنا شايفين قدامنا 9-7 لصالح النادي الاهلي، وبيحصل تغيير دلوقتي، او حصل تغيير فعلا، خرجت اللاعبه هبه ونزلت اللاعبه رنا عبد الظاهر من النادي الاهلي رقم 12، سلامات يا رنا وحمد لله على السلامه، وخرجت اللاعبه رنا علاء ونزلت اللاعبه ريم موسى. رنا عبد الظاهر رقم 12، هلا مصطفى، ريم موسى، منى يحيى بترتكز وبتلف، ميديم شوت، بتسجل نقطتين في جعبه النادي الاهلي 11-7 لصالح النادي الاهلي. نوره، الاهلي بيرجع زون ديفنس. رنا همام في البيز لاين لرضوى سالم، رضوى سالم بتدي النوره القطعه، لكن على طول هلا مصطفى بتقطع، بتجري على طول رنا عبد الظاهر على الفص بريك بايديها الشمال، ما بتجيبش، بتلم، لكن بيحتسب فاول على لاعيبه نادي الجزيره. رنا عبد الظاهر بتعتذر للكابتن ايهاب الالف. 4 فاولات توتال اجمالي على نادي الجزيره مقابل
فاول واحد على النادي الاهلي. 11-7 رنا عبد الظاهر تو شوتس على التنفيذ، الرميه الحره الاولى بتوفق في تسجيلها وتلقى التشجيع من زملائها. الرميه الحره الثانيه رنا عبد الظاهر لسه راجعه من اصابه، ما لعبتش ماتش الايه الشمس في دور الثمانيه لكاس مصر، ما بتوفقش في تسجيلها. ورضا سالم بتلم وتدي لنوره، نوره لايمان اللي لسه نازله حالا، ل ساره مسعود بتخترق بتطلع ليه رنا همام بتجرب واحده من ثلاثاتها ما بتجيش، على طول صراع قوي بتحسمه على طول من يحيى، بتدي على طول لعقل المفكر ريم موسى، ريم موسى كيك اوت لبره رنا عبد الظاهر، رنا عبد الظاهر بتدور على مين؟ بتدور على ريم موسى تاني، ريم موسى بتحاول تعدي ودفاع قوي من رنا همام وبتخترق ريم موسى وبتسجل نقطتين بعد نزولها بمفيش 30 ثانيه، بتسجل نقطتين تصبح النتيجه 14-7 لصالح النادي الاهلي. زون ديفنس شعار هذه المرحلة، إيمان نادي الجزيرة، رنا همام، سارة مسعود، دبل تيم من هالة ومن رنا عبد الظاهر، بتنجح إنها على طول بتخطف الكرة، لكن ريم موسى بتخطف الكرة لكن رنا همام بتعترضها بفاول، وده أي فاول دلوقتي على نادي الجزيرة بتو شوتس من أي حتة في الملعب. تو شوتس فعلا زي ما كابتن ايه خالد زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشه، شاوره تلقي التعليمات من الترابيزه الحكام ورميتين حرتين للاعيبه ريم موسى. ريم موسى على التنفيذ الرميه الحره الاولى بتنجح في تسجيلها 15-7 لصالح النادي الاهلي. الرميه الحره الثانيه ريم موسى ما بتوفقش في تسجيلها، في صفاره هنا حصلت تقريبا حد دخل قبل ما الكوره تتشاط او قبل ما تلمس الحلقه فاحتسبت على النادي الاهلي. تايم اوت لصالح نادي الجزيره. هقول لكم تشكيل دلوقتي نادي الاهلي ونادي الجزيره. تشكيل نادي الاهلي لعيبه ريم موسى رقم واحد، لعيبه نور علي طلعت رقم خمسه، لعيبه رنا عبد الظاهر رقم 12، اللعيبه ساره مغربي رقم 7، دينا عمرو الكابيتانو رقم 10، رنا علاء رقم 11 اللي بدات الجيم، هاله مصطفى رقم 14، هبه عبد الرحمن اللي بدات الجيم برضو رقم 30، منى يحيى زكريا رقم 41، جنه مصطفى رقم 74. تشكيل نادي الجزيره ساره مسعود رقم 4، رضوى سالم رقم 11 اللي هم في الملعب، منى حسني رقم 90، دينا سالم رقم 13 وهي بالمناسبه اخت رضوى، نور مصطفى ابو العلا رقم 9، علياء هشام رقم 15، رنا همام رقم 20، فرح طارق رقم 44، ايمان خالد اللي نزلت دلوقتي رقم 12، كريمان محمد اللي بدات الجيم واتبدلت ب ايمان رقم 7، علياء خالد مارادونا رقم 8، وندى نافع رقم 22، نادين خالد رقم 5. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكابتن عمرو توفيق المدير الفني لنادي الجزيره. اوتسايد لصالح نادي الجزيره. تعليمات من الكابتن مصطفى المدرب المساعد للكابتن عمرو في نادي الجزيره. رنا همام، رضوى سالم، نور مصطفى ابو العلا، جلاس كرين من رنا لاهلي الابمان، ساره مسعود معاها ريم موسى، وفتح ولعبه مهم قوي ساره مسعود. كرة كده اتباصت وتقطع رنا عبد الظاهر لكن ساره مسعود بتاخدها في النص وارتكاز جميل من اللاعبه الرقم 4 ساره مسعود من تحت ايدين البيفوتات بتسجل نقطتين وبتاخد فاول برميه حره اضافيه. النتيجه دلوقتي زي ما احنا شايفين 9 بقت 15-10 لصالح النادي الاهلي. ريم موسى، دينا عمرو، لكن بتخطفها كده نور ابو العلا وتطلع اوت سايد على نادي الجزيره. اوت سايد صالح النادي الاهلي. ريم موسى طلع الكره لهاله مصطفى، رنا عبد الظاهر واحده من ثلاثاتها بتسجل فعلا واحده من ثلاثاتها 18-10 لصالح النادي الاهلي. رنا عبد الظاهر بترجع وبترجع بقوه
بعد الاصابه. النادي الاهلي يرجع تاني زون ديفنس، بينوع في دفاعات الكابتن ايهاب الالفي. ايمان، رنا همام، رضوى سالم، ميديم شوت ما بتسجلش، بتلم على طول دينا عمرو الكابتن، بتطلع بالفص بريك، لكن على طول اتندت فاول على اللاعبه نوره مصطفى لصالح النادي الاهلي زي ما احنا شفنا كده اعترضتها وهي رايحه ليه بتجري بالفص بريك، استوجب اتندت فاول رميتين وحيازه. الرميه الحره الاولى تسجلها دينا عمرو كابتن النادي الاهلي. حمد لله على السلامه، كانت مصابه، حمد لله على سلامتها، لعبت مباراه الشمس والاربع مباريات السابقه في بطوله المنطقه، وبتسجل الرميه الحره الثانيه. تصبح النتيجه 20-10، فارق العشر نقاط في الكوارتر الاول ما بين الاهلي والجزيره في ديربي الجزيره. ريم موسى، دينا عمرو، سكرين من منى يحيى، حاول تخترق منى عمرو، تدي لمنى يحيى، منى يحيى باور لياب ما بتجيش، بتلم ايمان، حاول تعدي، بتقفل على دينا موسى. ريم موسى، ساره مغربي، تدي الناحيه الثانيه لايمان، ما بتسجلش، على طول هلا مصطفى بتلم، طلع لدينا عمرو، هتباصي ولا هتكمل لوحدها؟ بتباصي فعلا. ميديم شوت من ريم موسى، ما بتسجلش، على طول بتطلع رنا عبد الظاهر، هلا مصطفى طلع رنا عبد الظاهر، هلا مصطفى تجرب واحده هي كمان من الثلاثات، ما بتجرب، ما بتجيبش، بتلم على طول دينا عمرو، تلحق قبل ما تطلع اوت وتهدي ملعبها على طول العقل المفكر ريم موسى. دينا عمرو حاول تخترق، ريم موسى تقف وتشوط، لعبتها بتسجل على طول، دي لعبتها. 22-10 لصالح النادي الاهلي. نور مصطفى بتدور على رنا همام، الاهلي زون ديفنس. ساره ساره ايناس بتعدي، ايمان عفوا، ورضوى سالم بتسجل، ما بتسجلش، لما نور ريم موسى بتطلع بالملعب هتعمل ايه؟ تخترق على طول بهجمه عنتريه وتضيف نقطتين في سله النادي الاهلي، تصبح النتيجه 24-10 لصالح النادي الاهلي. رنا همام، نور مصطفى، ساره مسعود، حاول تخترق وبتسجل، تنجح في اختراقها وتسجل نقطتين في جعبه نادي الجزيره، 24-12 لصالح النادي الاهلي. يحصل تغيير هنا دلوقتي، تنزل جنب مصطفى اللعيبه رقم 74 اللي شايفينها قدامنا، وتخرج اللعيبه منى يحيى، وبتنزل اللعيبه اللي قدامنا جنب هاله دي، نشوفها بس رقم كام، وبتسجل، تنجح تسجيل رميه حره الاضافيه 24-13. ريم موسى، الكابتن ودينا عمرو بتهوش، طلع رنا عبد الظاهر، ريم موسى تاني، تدي لدينا عمرو، دينا عمرو بتخترق من البيز لاين، بتطلع ليه ريم موسى، هتخش باصه كده لكن بتتقرف النص، منى حسني لسه نازله، بتطلع عليه رضوى سالم، منى حسني تاني، وفي اخر اللحظات بتشوط منى حسني وبتسجل في اللحظه الاخيره من الكوارتر الاول، ثلاثيه كده عابره القارات بعيده كل البعد عن مطرح 3 بوينت عشان تخلص الكوارتر الاول، وتضيق الفارق 24-16، 8 نقاط لصالح النادي الاهلي. انتهى الكوارتر الاول، وفترة الراحة دقيقتين ما بين الكوارترين. تعالوا نشوف تاريخ لقاءات الفرقتين السنة دي والسنة اللي فاتت. السنة دي الأهلي قابل نادي الجزيرة مرتين في المرتبط، والمرتين فاز النادي الأهلي. السنة اللي فاتت في نهاية المنطقة اللي هي زي المنطقة اللي بتتلعب قدامنا دلوقتي، نادي الجزيرة استطاع الفوز على النادي الأهلي، لكن في بقية مشوار دور المرتبط او الدور السوبر الاهلي قابل الجزيره اربع مرات، في الاربع مرات استطاع ان هو يفوز على نادي الجزيره. نادي الجزيره مشواره في هذه البطوله، اول ماتش لعبه نادي الجزيره كان مع نادي الزهور وخلص 60-57 لصالح نادي الجزيره. المباراه الثانيه كانت مع الغابه، استطاع الجزيره ايضا ان يفوز 71-80 لصالح نادي الجزيره. المباراه الثالثه كانت مع هليوبلس، خسر نادي الجزيرة 68-59. أما المباراة الرابعة والأخيرة، ودي كانت مباراة
انتهت في اللحظات الأخيرة ما بين الجزيرة والشمس وخلصت 82-84. النادي الأهلي استطاع أنه هو يفوز بكافة المباريات اللي لعبها، زي ما قلنا لنا نجمنا في الاستوديو التحليلي الكابتن عمر هاشم أو كابتن نبيل بخيت أو كابتن شريف، استعرضنا الفوز ومشوارهم، وهنقول لكم الفوز والمشوار كان عامل ازاي. الاهلي كسب الغابة بفارق 11 نقطة في المباراة الاولى 66-55، وفاز على نادي الشمس مباراة ما فيش اروع من كده، مباراة يعني تحطها كده تحت 100 خط، مباراة الكبار 97-86. الاهلي فاز على الزهور 64-62، وفاز على هليوبلس 75-74، والنهاردة المباراة الختامية ما بين الاهلي والجزيرة في ديربي الجزيرة. نبدا الماتش تاني، فاول على طول على اللعيبه دينا عمرو، ده الفاول التاني، حيازه التبادليه لصالح نادي الجزيره. اوتسايد للنادي الاهلي، النادي الجزيره على طول تحت الباسكت، لعيبه رقم 22 ساره مسعود، تطلع الكره تاني منى حسني، فقاوة من مين موسى، بتقطع في النص، جنة بتخطف، لا منا بتخطف، منا بتحاول تخترق، تطلع لإيمان، إيمان بتحاول تخترق تاني وبإيديها الشمال، لكن أعتقد إن هنا في مخالفة المشي بالكرة على نادي الجزيرة. ندى نافع هي اللي موجودة اللي كانت تحت الباسكت رقم 22. ريم موسى الأهلي، دفاع 1-2-2، دينا عمرو الكابيتانو، ريم موسى حاول تخترق، تقف وتشوط بتاعتها ما جابتش النوادي، رضوى سالم بتلم لساره مسعود، ساره مسعود ومعاها دفاع قوي من ريم موسى، بتطلع ليه اللاعبه ندى نافع، لكن فاول على اللاعبه ريم موسى بتعترضها بفاول اوت سايد لصالح النادي الجزيره. ايمان لاعبه نادي الجزيره لمنى حسني، ايمان تاني هتجرب واحده من ثلاثاتها ما بتجيش، بتلم على طول رضوى سالم من الجزيره، بتحاول تخترق، طلع كيك اوت لندى، ندى الرضوى تاني تحاول تخترق من الميدل، طلع لايمان لمنى حسني، هتجرب وتجيب وتجيب فعلا، ثلاث نقاط في جعبه نادي الجزيره 24-18، يضيق الفارق الى ست نقاط لصالح النادي الاهلي. ريم موسى ومعاه دفاع قوي من منى حسني، سهيله اللي نزلت، ريم علي طلعت، نور علي طلعت عفوا، وبتطلع كده جنه كيك اوت، تقطع في النص على طول، الخبره المتمثله في منى حسني، تدي الرضوى سالم تطلع بملعبها، تسلم لايمان وتهدي على ملعبها للبوينت جارد ريم منى حسني، حاول تخترق رضوى سالم، بتدور على شوطه لا تخترق، طلع كيك اوت ليه ندى نافع، ندى نافع تردها تاني ليه رضوى، ورضوى على طول تخطفها كده وتزيد نقطتين، يضيق الفارق اربع نقاط 24-20 لصالح النادي الاهلي. وفصل بريك جميل، اسيست اروع من كده ولا احلى من كده من اللاعيبه ريم موسى لرنا عبد الظاهر في غفله من دفاعات نادي الجزيره في لحظه الرجوع، وبتسجل نقطتين توسع الفارق ست نقاط لصالح النادي الاهلي في الشوط الثاني او الكوارتر الثاني لديربي الجزيره على نهائي منطقه القاهره موسم 2017-2018. منى حسني ساره مسعود ندى بتقطع على طول ريم موسى، فصل بريك 2-1، سهيله بتخلص ما بتخلص، بتلم ندى من اللي جايه من ورا خالص، بتدي الايمان، ايمان بتطلع ملعبها دفاع، سلم لساره مسعود، تخترق ساره مسعود، واحده كده من تحت لكن على طول زي الوحش، جنى مصطفى تلم ريم موسى، ريم موسى هتقف وتشوط برضه، هتقف وتشوط، ما بتوفقش في تسجيلها، لكن بيحصل فاول على اللاعبه منى حسني من نادي الجزيره، يستوجب رميتين حرتين لصالح النادي الاهلي، وتوتال الفاولات حتى هذه اللحظات في الكوارتر الثاني 2 على النادي الاهلي، والفاول ده اول فاول على نادي الجزيره. رميتين حرتين لصالح نادي الاهلي على التنفيذ ريم موسى، بتسجل الرمية الحرة الاولى، يتسع الفارق سبع نقاط لصالح النادي الاهلي. الرمية الحرة الثانية ريم موسى
وبتزيد الفارق الى 8 نقاط لصالح النادي الاهلي في بدايه الكوارتر الثاني. منى حسني احدى اللاعبات الخبره متمثله انها تقدر تحرك الملعب كويس. دفاع من ثلثين الملعب لكن في غفله كده على طول بيحصل كروس باس الناحيه الثانيه تسلم لايمان وايمان تسجل نقطتين يضيق الفارق الى 6 نقاط 28-22. ريم موسى، سهيل هشام، نور علي طلعت طلع كيك اوت لمين؟ رنا عبد الظاهر بتجرب واحده من ثلاثاتها وبتسجل تتسع الفارق 31-22 لصالح النادي الاهلي. بترد على طول بالخطا اللي حصل بثلاثيه. ايمان نادي الجزيره دفاع المنطقه 2-3 وزون ديفنس. ساره مسعود الناحيه الثانيه لايمان، ايمان بتحاول تخش من الميدل، ساره مسعود خلي بالكم من ساره مسعود ما بتسجلش. مين بيلم الكرة بتلمها تاني سارة مسعود بتحاول تخش وباصة كده جميلة في غفلة رقابية ودفاعية لرضوى سالم بتسجل نقطتين لصالح النادي الجزيرة. جنة مصطفى ميديم شوت جربت حظها وجابت توسع الفارق وتعوض الغفلة الدفاعية اللي حصلت 33-24 لصالح نادي الأهلي. سارة مسعود احد مفاتيح اللعب المهمه داخل نادي الجزيره لسه راجع من اصابه. طلع كده الكره لرضوى، رضوى بيز لاين ما بتجيش لكن حكم كابتن محمد دمياطي بيحتسب خطا على اللاعبه نور علي طلعت. وده الفاول الثالث على النادي الاهلي يستوجب رميتين حرتين للاعبه ندى نافع وبتسجل اول رميه. الرمية الثانية بتسجلها يديك الفارق 33-26. ريم موسى دفاع المان تو مان عفوا 1-2-2 وبتسجل ريم موسى بالميديم شوت بتاعتها نسبتها ما شاء الله عالية جدا. منى حسني ليه سارة مسعود الاهلي يا لبنان. ميديمايا من رضوى سالم بتلم على طول سهيله لكن بتعافر معاها اللاعبه ايمان وكابتن منى علي تحتسب خطا على اللاعبه سهيله هشام لاعبه النادي الاهلي. وده الفاول الرابع توتال على النادي الاهلي لسه ما استوجبش رميتين الحرتين. اوتسايد لصالح نادي الجزيره 35-26 لصالح النادي الاهلي. ايمان منى حسني لندى روح على طول منى حسني تاخد الكرة تطلع الناحية التانية في النص كده تطلع رنا عبد الظاهر لكن تقع منها تاني تسلم لإيمان تحاول تخترق من الميدل ندى نافع بتطلع ليه رضوى. رضوى بتشوط أي حاجة كده في اللحظة الأخيرة 24 ثانية وتتحسب أوتسايد على نادي الجزيرة. ريم موسى تعدي بملعبها مان تو مان نادي الجزيرة. رنا عبد الظاهر ريم موسى بتتقطع كده لكن توصل لجنه ولفت اي حاجه تلم ندى بتراعي على الباسكت لكن ندى بتلم على طول بتطلع ليه ساره مسعود. ساره مسعود هتعمل ايه ساره بتقف وباصه جميله من ساره مسعود وتقبل الهديه ندى نافع بنقطتين زياده 35-28 لصالح النادي الاهلي. النادي الاهلي تحس كده في حاله صربعه تراعي كده من لعيبه ريم موسى اي حاجه لكن على طول ندى نافع بتلم بتطلع ليه ساره مسعود اللي هي قدامنا دلوقتي واحد على واحد بتسجل ما بتسجلش لم جنه المفروض نهدي على ملعبنا شويه. ريم موسى هتهدي ملعبها ولا ايه بتطلع فاست بريك ليه رنا عبد الظاهر نور علي طلعت وباك لياب ما بتجيش بتلم تاني وجنة مصطفى ميديامايا كمان ما بتجيش بتلم نور علي طلعت وبتفنش بايديها الشمال بتسجل نقطتين في سله الجزيرة لتزيد الفارق 37-28 تسع نقاط فارق ما بين الأهلي والجزيرة في ديربي الجزيرة. تايم اوت طبعا نسينا نقول لكم طبعا الجهاز الفني للنادي الأهلي وهو مكون من الكابتن إيهاب الألفي المدير الفني والمدرب المساعد هو الدكتور محمد جاد والمدير الإداري الكابتن الكبير كابتن موسى علي والإدارية ودينمو الفريق هي الكابتن مشير الرشيدي أما الطبيبة فهي الدكتورة روض عيد والعلاج الطبيعي الدكتورة ريهام أنور والمحلل الفني والتقني الكابتن عبد الله عادل
والكابتن كريم صالح وهو مخطط الأحمال. أما الجهاز الفني لنادي الجزيرة فمديره الفني هو الكابتن عمرو توفيق، والمدرب العام هو الكابتن مصطفى السيد، أما المدرب المساعد فهو الكابتن سلمى نجيب، والدكتور هو الدكتور عبد الغني طبيب الفريق، والكابتن هيثم ممدوح هو إداري الفريق. تعليمات للكابتن إيهاب الألفي لصالح لاعباته في شوية صربعة من النادي الأهلي. النادي الأهلي لازم يتقل. هنشوف إيه اللي هيقوله. انتهى التايم اوت. التعليمات الأخيرة للكابتن إيهاب الألفي للاعباته وتشجيع من الجهاز الفني للاعبات النادي الأهلي. 37-28 الفترة الزمنية الثانية أو الكوارتر الثاني. 37-28 لصالح النادي الأهلي في صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي. أوتسايد لنادي الجزيرة منى حسني لاعبة الأهلي السابقة ولاعبة نادي الجزيرة حاليا، عنصر خبرة داخل نادي الجزيرة. رضوى دفاع قوم النادي الأهلي، منى حسني واحدة كمان من منى بتسجل ثلاث نقاط في جعبة نادي الجزيرة. 37-31 ست نقاط فارق لصالح النادي الأهلي. ريم موسى ميديم شوت بتسجل على طول وبترد عليها بنقطتين. 39-31 ثمان نقاط لصالح النادي الأهلي. الأهلي بيدافع من ثلاث أرباع الملعب 2-1-2 زون بريس. رضوى سالم، منى حسني، رضوى سالم تاني، سارة مغربي سكيب باس لمنى، منى بتهوش بترد لرضوى، منى حسني بتطلع لإيمان هتجرب هي كمان، لا بتخترق ومدي سلم كده من بعيد، دفاع من هالة مصطفى وسط ثلاثة من نادي الجزيرة. هي بتدافع لوحدها وبتلم رباوند لوحدها، مفترض كان يضم معاها نور علي طلعت ورانا عبد الظاهر. ايمان اوتسايد نادي الجزيره، دبل تيم رضوى سالم، لكن الحكم هنا بيحتسب على طول مخالفه ان اللاعبه لمست خط وطلعت بره. اوتسايد لصالح النادي الاهلي على طول الكره تتلعب. ريم موسى بتشاور على الخطه المتفق عليها، بيجي لها سكرين من هاله مصطفى ومن نور علي طلعت. هاله مصطفى هتنزل على طول نور علي طلعت تاخد بوزيشن وبيديها اليمين بلعبه سهله جدا ما فيهاش اي تعقيدات ولا اي صربعه، بتسجل نقطتين لصالح النادي الاهلي. 39-31 منى حسني تحت الباسكت لندى باك لياب ما بتجيش على طول تلم. هاله مصطفى بتطلع بملعبها تدي لسهيلة ترد تاني نور علي طلعت ما تتلحقش، لا تتلحق والله، لا ما تتلحقش وباك زون او مخالفة الرجوع المنطقة الخلفية على النادي الاهلي. 39-31 لصالح النادي الاهلي الفترة الزمنية الثانية والكوارتر الثاني. وبيحصل تغيير دلوقتي، بتنزل رنا همام مكان اللعيبة ايمان في نادي الجزيرة، وبتخرج سهيلة هشام وسارة مغربي بتنزل لعيبة النادي الاهلي. منى حسني قايمه بدور صانع الالعاب. منى حسني رنا همام على الميدل، ساره تنزل على طول ندى ما بتسجلش، لما على طول هاله مصطفى تطلع بالفص بريك من جير على الفص بريك، ساره مغربي اللي لسه نازله لكن ما توفقش في تسجيلها. ساره مسعود تلم تهدى على ملعبها تطلع بالراحه تدي الكره لمنى حسني الثالثه ولا ايه ما بتجيش، تلم على طول ريم موسى وساره بتطلع الفاص بريك المره الثانيه، لكن المباراه دي بتنجح او المره دي بتنجح في تسجيل نقطتين. 41-31 لصالح النادي الاهلي، 10 نقاط فارق، 2-1-2 دفاع من ثلاث ارباع الملعب. ساره مسعود بتعدي وتدي الكره كده لرنا همام اللي قطعه، لكن رنا همام ما بتلحقهاش او بتلمس لعيبه النادي الاهلي وتطلع اوتسايد على النادي الاهلي. ندى رنا همام، منى حسني على البوست ليه رضوى تطلع تاني لمنى، منى الرضوى في البيز لاين بتسجل نقطتين بيزيدوا بيضيق الفارق الى 8 نقاط. 41-33 لصالح النادي الاهلي. نادي الجزيره مان تو مان، ساره مغربي نور علي طلعت نفس اللعبه
لكن اوتسايد على كره تلمس ايد هلا مصطفى واوتسايد على النادي الاهلي. 43 33 43 33 مارادونا بتنزل مكان منا حسني لاعبه الناشئات نادي الجزيره وهي في المنتخب تحت 18 سنه مع الدكتور وائل الجسر والكابتن احمد ابراهيم مدرب النادي. مارادونا ساره مسعود ميديا مايا ما بتجيش خش على طول في الريباوند مارادونا هي اللي بتلم ساره مسعود تخترق من الميدل بتحاول تباص الندى لكن تزق الكره على طول اللاعبه هلا مصطفى وتوصلش ليه ساره مغربي تلم ساره مسعود تحاول تخترق تاني من الميدل وبتسجل ما بتنجحش في تسجيلها تلم مارادونا بالنص على طول تقطع رنا عبد الظاهر وتدي الكره لنور علي طلعت نور علي طلعت فص بريك بتطلع لوحدها ما بتسجلش لكن على طول قائد القوات الجويه دفاعيا وهجوميا هلا مصطفى بتنجح في انها تعمل سكند شوت وبتسجل نقطتين لصالح النادي الاهلي 45 33 لصالح النادي الاهلي. يرجع الاهلي زون ديفنس رنا همام مارادونا رنا همام تاني على الثلاثة بوند هتجرب وتدقق الفارق ما بتجيبش على طول تلم رنا عبد الظاهر رنا عبد الظاهر ودفاع قوي منها لكن بتنجح في انها تخلص بالكرة وتطلعها لمين؟ لريم موسى بتطلع كيك اوت لسارة مغربي اول ثلاثاية بتجربها وثلاثاية لسارة مغربي بعد ما ضيعت الفص بريك لكن عوضته بتاني وردت كمان بهدية ثلاثة بوند لصالح النادي الاهلي 48 33 للنادي الاهلي. رنا همام لمارادونا مارادونا بتطلع ليه ساره مسعود ساره مسعود ميديم شوت ما بتجيش بتلم على طول نور علي طلعت تطلع فص بريك ليه رنا عبد الظاهر وفي اخر اللحظات ايه الكوارتر الثاني ينتهي الكوارتر الثاني بتقدم النادي الاهلي 48 33 لصالح النادي الاهلي. شكرا لكم على متابعتكم للكوارتر الاول والثاني على ان نلقاكم باذن الله في احداث المباراه في الكوارتر الثالث والرابع ونرى من سيحسمها هذه الليله في ديربي الجزيره. كان معكم محدثكم احمد علي على ان نلقاكم في الفتره الثالثه باذن الله للمباراه. الشوط الثاني نتيجة الشوط الأول خلصت 24-16 لصالح النادي الأهلي ويواصل الأهلي تقدمه في الفترة الثانية الزمنية والكوارتر الثاني 48-33. النادي الأهلي استطاع أن هو لعب دفاعاته مان تو مان وزون ديفنس وقابل من ثلاث أرباع الملعب بطريقة البريس 2-1-2. على الناحية الثانية نادي الأهلي نادي الجزيرة عفوا قدر أن هو يلعب ديفنس زون ديفنس وساعات كان بيلعب مان تو مان لكن ما قدرش يضغط من اول الملعب عشان مش هيقدر يجاري سرعات النادي الاهلي. مفاتيح لعب نادي الاهلي كانت متمثله في اللاعبه هالة مصطفى واللاعبه دينا عمرو واللاعبه ريم موسى اللي قدروا ان هم يطلعوا بالفاست بريك ورانا عبد الظاهر طبعا مكنه الثري بوينت للنادي الاهلي. على الناحيه الثانيه كان مفاتيح لعب نادي الجزيره كانت متمثله في اللاعبه منى حسني واللاعبه رضوى سالم لاعبه الارتكاز ودي بعض لقطات المباراه واللاعبه رقم 22 اللي قدامنا ندى نافع واختها طبعا معاها لكن شفاها الله وعافاها لسه خارجه من عمليه الرباط الصليبي. ايه التعليمات اللي تمت ما بين فاصل الكوارترين او بعد الكوارتر الثاني اللي قالها الكابتن إيهاب الألف المدير الفني نادي الأهلي للاعباته والتعليمات اللي قالها الكابتن عمرو توفيق لصالح لاعبات نادي الجزيرة. هنفكركم بتشكيل النادي الأهلي ريم موسى رقم 1 اللاعبة نور علي طلعت رقم 5 رنا عبد الظاهر رقم 12 سارة مغربي رقم 7 دينا عمرو الكابيتانو رقم 10 رنا علاء صناعة الألعاب رقم 11 و اللاعبة هالة مصطفى رقم 14 هبة عبد الرحمن رقم 30 منى يحيى زكريا رقم 41 وجنى مصطفى اللاعبة رقم 74. تشكيل الجهاز الفني للنادي الأهلي
بقيادة مديره الفني الكابتن إياب الألفي ومدربه المساعد الدكتور محمد جاد ومديره الإداري الكابتن موسى علي والإدارية الدينامو الكابتن مشير الرشيدي. أما الطبيبة فهي الدكتورة روضة عيد وأخصائية العلاج الطبيعي الدكتورة ريهام أنور. أما المحلل الفني والتقني الكابتن عبد الله عادل والكابتن كريم صالح هو أخصائي الأحمال البدنية. أما تشكيل نادي الجزيرة فهو سارة مسعود رقم 4، رضوى سالم رقم 11، منى حسني رقم 90، دينا سالم رقم 13، نور مصطفى أبو العلا رقم 9، علياء هشام رقم 15، رنا همام رقم 20، فرح طارق 44، إيمان خالد رقم 12، كريمان محمد رقم 7، علياء خالد الشهيرة بمارادونا رقم 8، وندى نافع رقم 22. ده لاعبات النادي الجزيرة. أما جهازه الفني فهو كابتن عمرو توفيق مديره الفني والكابتن مصطفى سيد مدربه العام. أما الكابتن سلمى نجيب لاعبة النادي السابقة وأحد نجوم الفرقة في عصرها الذهبي مدربة مساعدة، والدكتور عبد الغني الطبيب. أما الكابتن هيثم ممدوح فهو إداري الفريق. حكام مباراة اليوم الكابتن محمد دمياطي، الكابتن آية خالد، والكابتن منى علي، لثلاث حكام في أرض الملعب. أما مراقب المباراة فهو اللواء هشام حسن. لحظات نبدأ المباراة، تعليمات الأخيرة الواجب تنفيذها داخل الملعب من قبل اللاعبات من النادي الأهلي أو من نادي الجزيرة، ودي بعض اللقطات في الكوارتر الأول والثاني ما بين الفريقين. أنا عايز أذكر السادة المشاهدين إن بكرة إن شاء الله نهائي بطولة منطقة القاهرة ل 14 سنة بنات. كل التوفيق للكابتن خالد عياد اللي هيلاعب الزهور، بالتوفيق إن شاء الله لبناتنا في حصد البطولات. أما الكابتن أحمد الجرحي مدرب ال 16 سنة فهيبدأ نهائي بطولة المنطقة يوم الحد القادم إن شاء الله على ملاعب النادي الأهلي في الفاينل 6 في نادي الأهلي. تمنياتنا له بالتوفيق وللفريق المرتبط بالفوز والنجاح إن شاء الله. قراءة الفاتحة قبل النزول إلى المباراة. حابب أذكر السادة المشاهدين تاني إن الشوط الأول ما بين الأهلي والجزيرة الماتش اللي احنا بنتفرج عليه خلص 24-16 لصالح النادي الأهلي، ووصل النادي الأهلي تفوقه ب 48-33 في الشوط الثاني زي ما احنا شايفين قدامنا على لوحة المباراة. نبدأ المباراة إن شاء الله. الحيازة التبادلية للنادي الجزيرة، رنا عبد الظاهر، سارة مغربي، نور علي طلعت، ريم موسى، وهلا مصطفى النادي الأهلي. أما نادي الجزيرة فنور مصطفى ورانا همام، رانا همام فعلا، ومنا حسني ورضوى سالم اللي قدامنا، وتنقل الناحية التانية لنورة، نورة تحت للاعبة رقم 22 ندى نافع، ما بتجيبش، بتلم على طول هلا مصطفى لبوينت جارد النادي الأهلي ريم موسى، ثلاثاتك يا رنا عبد الظاهر، بتخش وتطلع، بتلم على طول نور علي طلعت، باك لياب ما بتجيش، ندى همام بتلم تدي لساره مسعود، ساره مسعود مش بالفول بار بتاعها، لسه راجعه من اصابه متربطه عشان تنزل وتلعب، عنصر مهم جدا ومفتاح لعب مهم جدا لنادي الجزيره. رضوى سالم بتحاول تخترق على طول بلوك كده من نور علي طلعت، تخلص الاشتباك رنا عبد الظاهر لهلا مصطفى، ساره مغربي تتقل على ملعبها وباصة جميلة على طول، لكن على طول في الأخير بتزق الكورة من ورا رنا عبد الظاهر أوت سايد على نادي الجزيرة. باصة كده استلمتها هلا مصطفى وبتطلع لرنا عبد الظاهر، لكن تلحقها على طول سارة مسعود وتطلع أوت سايد على النادي الجزيرة. هلا مصطفى، رنا عبد الظاهر، نور علي طلعت حاول تخترق، دفاع قوي، فنت كده جميل وبايديها اليمين وبتفنش تستعمل البورد 50-33 لصالح النادي الاهلي. اول نقاط المباراه، النقاط الشوط الثاني. منى حسني، رضوى سالم بتحاول تخترق ما فيش معاها حد خالص وبتسجل نقطتين بترد بيهم على نور علي طلعت 35-50، 15 نقطه فارق. ريم موسى سكرين من هاله
هتشوط بتطلع ليه هاله بتنزل على طول وتسقط ليه نور علي طلعت على طول منه حسن بتخطف ساره مسعود تحاول تعدي بتخطف كده من ورا على طول رنا عبد الظاهر وريم موسى واسيست وباسكت للنادي الاهلي 52-35 لصالح النادي الاهلي. سلامات للاعيبه رنا عبد الظاهر تقريبا حصل حاجه كده اصابه الف سلامه عليها لسه راجعه من اصابه. اللاعبات بيطمنوا عليها يتم تغييرها بيت اللعبة تقى اللعبة لعبة النادي الأهلي. ألف سلامة رنا عبد الظاهر أوتسايد صالح النادي الأهلي تقى على التنفيذ ده عفوا نادي الجزيرة منى حسني الأهلي بيضغط من أول الملعب طلع لنورة الأهلي ضغط من أول الملعب زي ما احنا شايفين طلع الكرة بتنجح لوس بول تخطف على طول هلا مصطفى لكن عفوا بتطلع باسكت فاست بريك نور علي طلعت على طول بتسجل نقطتين لصالح النادي الأهلي 54-35 ما زال الأهلي يضغط من أول الملعب منى حسني سارة مسعود دفاع قوي من ريم موسى تنجح في التخلص ساره مسعود وليه بكده بتلم على طول ندى نافع لكن بتعترضها على طول اللاعبه تقى لرقم 6 من نادي الاهلي تستوجب رميتين حرتين لصالح نادي الجزيره. ندى الرميه الحره الاولى بتسجلها 54 نادي الاهلي 36 نادي الجزيره. الرميه الحره الثانيه ندى لما على طول نور لساره مغربي بتطلع بفاست بريك تحاول تخترق كيك اوت بره ريم موسى ريم موسى من الميدل تقف بتدي بصه كده الهاله ما بتجيش بتقطعها تاخدها ثاني ريم موسى تحاول تخترق بتخترق ما بتجيش لكن مخالفه المشي بالكره عملت عليها جود ديفنس اللعيبه ندى نافع ومخالفه المشي بالكره على ريم موسى تطلع كرة النادي الجزيرة سارة مسعود اللي معاها الكرة تدي المنة منة حسني منة حسني رضوى سالم ماسكها على طول نور علي طلعت تحاول تلعب بيها 1 اون 1 وسيمي هوك كده استعمل بورد ما بتجيش تلم على طول نور علي طلعت طلع فص بريك لمين لسارة مغربي لكن في الأخير ما بتحصلهاش اوتسايد لصالح نادي الجزيرة 54-36 لصالح نادي الأهلي اوتسايد لصالح نادي الجزيرة. ندى نافع نور مصطفى او نور ابو العلا حاول تعدي رضوى بتعمل سكرين فضي الناحيه الثانيه لندى نافع منى حسني دفاع قوي من تقى سكرين من رضوى ومنى حسني بتنجح في الاخير بالتسجيل نقطتين لصالح النادي الجزيره 54-38 بتخترق كده بسهوله محدش قابلها وبتسجل نقطتين بخبرات السنين لمنى حسني. ساره مغربي حاول تخترق لكن بلوك على طول من اللاعبه ندى تطلع على طول رضوى سالم واحد على واحد لكن دينا عمرو الكابتن وتعترضها بفاول لسه نازله دلوقتي برميتين حرتين من اللاعبه على اللاعبه دينا عمرو لصالح رضوى سالم زي ما احنا شايفين كابتن ايه خالد بتسجل الرقم اللي عمل الفاول. رضوى سالم على التنفيذ الرميه الحره الاولى مطفوفه ما بتنجحش في تسجيلها الرمية الحرة الثانية وبتسجل نقطة في جعبة نادي الجزيرة 54-39 يضيق الفرق إلى 15 نقطة. كابيتانو دينا عمرو سكرين من هالة طلع على هالة تاني بتدور على نور حاول تخترق طلع كيك اوت تقى 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 تنجح في تسجيل ثلاث نقاط لسلة النادي الأهلي 57-39 لصالح نادي الأهلي. نور مصطفى بتعدي معاها ديفنس جامد من لاعبة سارة مغربي بتطلع لسارة مسعود سارة مسعود بتدور على منة منة عايزة تجرب بتغير رأيها بتحاول تخترق وبتطلع لكن فاول على اللاعبة سارة مغربي لصالح النادي الجزيرة اوتسايد صالح نادي الجزيرة
يحتسب على طول الكابتن مون علي. نور مصطفى على التنفيذ اوتسايد، دور على عقل المفكر ساره مسعود، بتخترق ساره مسعود لكن بتتخطف كده من ايديها، تطلع اوتسايد على نادي الجزيره. اوتسايد صالح نادي الجزيره. على التنفيذ اللاعبه نوره مصطفى، تعليمات كده من الكابتن عمرو للاعبه ندى، استلم منه حسني، بتدور على ندى، ندى بترتكز لكن بتطلع على طول ساره مسعود، ما بتجيبش اول ثلاثيه ليها، ثاني ساره مسعود تحاول تخترق، ديفنس قوي من هاله وميديم شوت كده ما بتجيش، تلم هاله ثاني تطلع بالفاست بريك تغير اتجاهاتها، تطلع باصه كده جميله لكن ما تلحقهاش في الاخير لعبة دينا عمرو، تطلع اوتسايد لصالح نادي الجزيره. اوتسايد لصالح نادي الجزيره. نور مصطفى ماسكها على طول ساره مغربي، سكرين بتعدي منه نور، بتنزل الكره لمين؟ لمنه حسني، واستقتال كده وفايتنج على الكوره، واعتقد الحيازه التبادليه، لا ده الكابتن منى ليها راي تاني. اوت فاول على اللاعبه منى حسني لاعبه نادي الجزيره، وحصل تغيير دلوقتي بخروج اللاعبه هاله مصطفى ونزول اللاعبه منى يحيى زكريا لاعبه الارتكاز للنادي الاهلي. دينا عمرو بيجي لها منى سكرين، منى سكرين، دينا عمرو بتطلع النور علي طلعت، بتدور على تقى، تقى بيجي لها سكرين من منى، من عفوا من نور، بتحاول تدي النور تاني لكن منى على طول بتحسم الخلاف وتاخد الكوره وتطلع كيك اوت لساره مغربي، ساره مغربي بتجرب حظها بتجيب ثلاثه بونت اسيست، مفيش اروع من كده من اللاعبه منى حسن، منى عفوا منى يحيى، تباصلها تفض اشتباك الريباوند وتباصي على طول لساره مغربي وترد على طول بثلاثه بونت وترجع تعمل اوفنسيف ريباوند وتطلع الكوره لدينا عمرو. دينا عمرو بتدي النور علي طلعت ميديم شوت، لا بتفايك وبتعدي، هتعدي وتجيب، بتجيب ما بتجيبش، بتلم على طول رضوى سالم، رضوى سالم جزيره بتحاول تعدي تدي على طول ساره مسعود، ساره مسعود تتقل على ملعبها، حاول تشوف لها ثغره كده تطلع منها الكره او تباصي منها او تاخد فاول زي ما حصل دلوقتي على النادي الاهلي. لكن الكره اللي فاتت من ناحيه فضت اشتباك كره لوس بول، راحت واخده الكوره ومطلعاها على طول بطرف عينيها للاعيبه ساره مغربي، ساره ما رفضتش الهديه وثلاث نقاط لساره مغربي. الرميه الحره الاولى لنادي الجزيره 20 بونت فارق لساره مسعود، بتسجل الرميه الحره الاولى والثانيه. يدي الفارق الى 19 نقطه 60 41 لصالح النادي الاهلي. ساره مغربي بتعدي من نور بتجيبها ثاني. جه لها سكرين نور علي طلعت، نور علي طلعت من ناحية زكريا تحت الباسكت تلف لكن على طول بتعترضها بفاول اللاعبه ساره مسعود ولا مرشيه، اعتقد انها مخالفه المشي بالكره على اللاعبه منى يحيى، اوت سايد لصالح نادي الجزيره. منى حسني لاعبه نادي الجزيره ومعاها تقى بتعدي الخبره من الشباب على طول، منى حسني بتباص وكات كده جميله من منى حسني وبتسجل نقطتين لصالح نادي الجزيره 43 60 لصالح النادي الاهلي. ساره مسعود، دينا عمرو سكرين من منى، من منى دينا لنور علي طلعت، ساره مغربي بتجرب حظها واحده من عابرات القارات ما بتجيش على طول تحت الباسكت، بتلم منها تتخطف منها ساره مسعود لكن في هنا صفاره، يا ترى الكابتن منى قالت ايه؟ واضح انها فاول على منى يحيى يستوجب رميتين حرتين لصالح نادي الجزيره. كده النادي الاهلي عدى الاربع اخطاء شخصيه، اي فاول بتو شوتس. ساره مسعود الرميه الحره الاولى يضيق الفارق الى 60 النادي الاهلي 44 نادي الجزيره، بتضيع الثانيه رضوى بتلم سيمي هوك ما بتجيش، في حصل حاجه هنا ارتباك او حاجه، اعتقد ان هو فاول على اللاعبه نور علي طلعه. الفارق كان 20 نقطه اصبح الفارق دلوقتي 16 نقطه، يحصل تغيير في صفوف النادي الاهلي
رميتين حرتين للاعيبه رضوى سالم لاعيبه نادي الجزيره. هنشوف دلوقتي التغيير مين. رضوى سالم على التنفيذ، ريم موسى نزلت، هنعرف طلعت مكان مين. بتسجل ريم موسى، نزلت وساره مغربي هي اللي طلعت. الرميه الحره الاولى رضوى جابتها، والرميه الحره الثانيه اخفقت في تسجيلها. بتلم ندى، ندى بتدور تدي لساره، ساره تاني تدي ليه لاعبة نادي الجزيرة رضوى سالم، بتحاول تخترق ومعاها كده دفاع قوي من اللاعبة نور علي طلعت، بتلم تاني رضوى، بتطلع بلوك على طول، لكن هنا في صفارة من الحكم محمد دمياطي. هنشوف القناع وقع بتاع اللاعبة تقع، كان عندها إصابة في الأنف، فالواقي ده حماية ليها من أي إصابة تانية أو من أي خبطة. سلامات لكل لاعباتنا، نتمنى لهم جميعا السلام. الصفاره ايه؟ هنشوف دلوقتي الصفاره ايه. هل الصفاره واقفه بسبب فاول ولا القناع بتاع تقى وقع؟ هنشوف. 60 نادي الاهلي، 45 نادي الجزيره. تخرج اللاعيبه من ناحيه زكريا، تدخل اللاعيبه هاله مصطفى في صفوف النادي الاهلي. اوتسايد لصالح نادي الجزيره. وتشاور ما بين الكابتن محمد دمياطي والمدير الفني لنادي الجزيره الكابتن عمرو توفيق. رضوى سالم، دفاع قوي من نادي الاهلي. نور بتجرب ما بتجيبش، بتلم هاله مصطفى، تطلع الكره لريم موسى، دفاع قوي من نوره. ريم موسى بتخلص بباصة، لكن على طول تقبل الهديه تقى وتاخد فاول من نادي الجزيره، وتحسبه الكابتن منى اوتسايد على فاول على النادي الجزيره. يستوجب رميتين حرتين، دقيقتين 55 ثانيه على نهايه الفتره الثالثه. تقع على التنفيذ الرمي الحر الاولى، ما بتوفقش في تسجيلها. 15 نقطه هو الفارق، 60 نادي الاهلي، 45 نادي الجزيره. الرمي الحره الثانيه تقع، بتسجل وتوسع الفارق 16 نقطه لصالح النادي الاهلي. الاهلي يضغط من اول الملعب. نوره مصطفى، وان هاند باس لندى. ندى بتلعب، هتطلع ولا هتعمل ايه؟ بتلعب 1 اون 1 على طول ما بتجيش. تلم دينا عمرو الكابيتانو، دفاع قوي من ساره على طول. ريم موسى تطلع بالفص بريك، هتقف وتشوط، لا بتطلع لهاله مصطفى، هاله مصطفى لدينا عمرو اللي قطعه، وبتنجح انها بخبرات كاس العالم وافريقيا تاخد فاول من احد اهم لاعبات النادي الجزيره اللاعبه منى حسني، وبتحصل على رميتين حرتين لصالح النادي الاهلي. دينا عمرو على التنفيذ، الرمية الحرة الأولى بتسجل، الرمية الحرة الأولى بتنجح في تسجيلها 62-45. الرمية الحرة الثانية دينا عمرو بتنجح أيضا في تسجيلها، دقيقتين 40 ثانية على انتهاء الفترة الثالثة. أوتسايد صالح نادي الجزيرة. الأهلي بيضغط تاني من نصف من أول الملعب. نوره مصطفى حاول تعدي، تدي على طول لمارادونا اللي نزلت في النص كده، بتقطع هلا مصطفى ما تلحقهاش، اوت سايد لصالح نادي الجزيره. مارادونا نزلت مكان منى حسني. الاهلي بيلعب مان تو مان. ساره مسعود ميديم شوت، بتنجح في تسجيلها، بتزيد نقاط نادي الجزيره 47-63 لصالح النادي الاهلي. ريم موسى تقى جمال، هلا مصطفى بتفيك وبتطلع بره. نور تستلم هلا مصطفى من تحت، طلع النور تاني على طول، بتلمس كده اللاست تاتش. كابتن محمد كابتن محمد حكمنا بيحسب اوتسايد لصالح نادي الجزيره. يبقى اللي موجود في الملعب دلوقتي ريم موسى وهلا مصطفى، تقى جمال رقم 6، واللاعبه دينا عمرو الكابيتانو اللي هي قدامنا دلوقتي، ونور علي طلعت. يضغط الاهلي من اول الملعب، مارادونا لنوره مصطفى بتعدي، رضوى سالم طريق بيتفتح قدامها، تحاول تباصي كده لكن على طول في الاخير تاخدها اللاعبه ساره،
لعيبه نادي الجزيره وبتسجل نقطتين والحكم بيوقف المباراه للاطمئنان على سلامه لعيبه نادي الجزيره رضوى سالم. لعيبات النادي الجزيره بيطمنوا عليها وبيبلغوا الدكتور بالاصابه. سلامات لكل لاعباتنا. 63 49 لصالح نادي الاهلي في الفتره الثالثه او الكوارتر الثالث. اوتسايد صالح النادي الاهلي بعد الاطمئنان على اللعيبه رضوى سالم. تقى هلا مصطفى بتطلع بملعبها تدي الريم موسى الناحيه الثانيه للكابتن ودينا عمرو. فيكو بتحاول تعدي ما بتعديش، تهدى على ملعبها الريم موسى تاني. ريم موسى بسرعتها تحاول تعدي وبتعدي فعلا، وضايف جميل جدا من هاله، لكن هاله ترفض الهديه وتلم على طول جنه مصطفى اللعيبه اللي لسه نازله رقم 74 وبتحاول تراي كده على الباسكت سكند شوت لكن ما توفقش في تسجيلها وتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. 13 ثانيه على ال 24 ثانيه زمن الهجمه. جنه مصطفى تحاول تباص الهاله كده ما وصلتش. هاله مصطفى وبترتكب لعيبه نادي الجزيره رقم 4 ساره مسعود فاول على نادي الجزيره اوت سايد من الحد النهائي للملعب. اوت سايد 14 ثانيه على زمن انتهاء الهجمه. هاله جنه بتحاول تخترق باك بيفوت كده جميل لكن ما بيكملش وبتحتسب مخالفه المشي بالكره على اللاعبه جنه مصطفى. 63 49 لصالح النادي الاهلي. ساره مسعود لنوره، نوره المارادونا، مارادونا بتعدي دور على ساره مسعود، ساره مسعود بتخترق بتحاول تجيب باسكت لكن بتعترضها على طول بفاول اللاعبه هاله مصطفى رقم 14. هنشوف هاله مصطفى ولا اللاعبه جنه مصطفى. جنه مصطفى رقم 74 اوت تو شوتس على النادي الاهلي. على التنفيذ ساره مسعود الرميه الحره الاولى بتنجح في تسجيلها، يديك الفارق الى 13 نقطه بعد ما كان وصل في الكوارتر الثالث الى 20 نقطه. الرميه الحره الثانيه بتنجح في تسجيلها، 12 نقطه فرق ما بين الاهلي والجزيره في ديربي الجزيره في الكوارتر الثالث او الفتره الثالثه. بيحصل تغيير، لا ده تحذير من اللاعبه من الكابتن محمد الدمياطي للاعبه هاله مصطفى واعتقد اللاعبه رضوى سالم. نرفزت ملعب طبعا رضوى لابسه واقي لان زي ما قلنا في الاستوديو التحليلي اصيبت في فكها. سلامات لجميع اللعبه. ساره مغربي تطلع بملعبها، اعتقد حصل تغيير في صفوف النادي الاهلي، هنشوف دلوقتي. يبقى تشكيل النادي الاهلي جنه وهاله ونور علي طلعت وساره مغربي والخامس ريم موسى، يبقى تقى هي اللي خرجت. اما نادي الجزيره فساره مسعود ونور مصطفى ما زالا هما عمود الاساس للفريق. لا دي تقى موجوده والله ومعاهم، يبقى دينا عمرو هي اللي خرجت ومعاهم نور او رنا همام عفوا ورضوى سالم وندى نافع. الاهلي زون ديفنس بساط من الخارج سكيب باس الناحيه الثانيه لمارادونا، مارادونا بتحاول تخترق لعيبه صغيره السن 18 سنه بتنجح في تسجيل نقطتين. 63 53 10 نقاط فارق. ريم موسى الستوبنج لكن بيحصل هنا فاول 32 ثانيه على انتهاء الفتره الثالثه ويستوجب رميتين حرتين للاعيبه ريم موسى. رميتين حرتين لصالح النادي الاهلي 32 ثانيه على انتهاء الفتره الثالثه او الكوارتر الثالث. 53 63 للنادي الاهلي. ريم موسى على التنفيذ الرميه الحره الاولى تنجح في تسجيلها، يزيد الفرق الى 11 نقطه. ريم موسى على التنفيذ الرميه الحره الثانيه رقم واحد وتستطيع تسجيلها، يتسع الفرق الى 12 نقطه. 65 53 65 53 الاهلي بيضغط، ندى نافع تراب بتخلص منه، مارادونا تدي لساره مسعود، ساره مسعود لنوره، مارادونا تاني او عليها خالد عشان بس ما نغلطش في اسمائها. ساره مسعود على الثلاثه بونت ما بتسجلش، لما على طول هاله مصطفى صمام امان النادي الاهلي، تدي على طول ريم موسى، ريم موسى هتطلع لمين؟ بتطلع على طول لساره مغربي سكيب باس الناحيه الثانيه بتلاتايه لكن ما توفقش في تسجيلها، على طول هاله مصطفى في اللحظات الاخيره بتشوط لكن
ما بتوفقش بتسجيلها بعد محاولة اللاعبة جنى مصطفى انها تعمل سكند شوت، وينتهي الفترة الثالثة للمباراة بنتيجة 65 نادي الأهلي 53 نادي الجزيرة. استراحة الدقيقتين ما بين الفترة الثالثة والفترة الرابعة، النادي الأهلي كده متفوق 65-53 في الكوارتر الثالث، والأخطاء الشخصية كان متفوق فيها أيضا في الكوارتر الثالث. النادي الأهلي دلوقتي بيعتمد، أنا شايف لغاية دلوقتي أداء النادي الأهلي في الفاست بريك لسه مش هو المطلوب، لكن السناتر قايمة بواجبها جدا تحت الباسكت من ناحية زكريا، نور علي طلعت، هلا مصطفى، قايمين بواجباتهم جدا. هل النادي الأهلي دلوقتي هيحتاج لعبة زي رنا عبد الظاهر إنها تقدر توسع الفارق بثلاثاتها المعهودة؟ هنشوف النهاردة جنى مصطفى هتشترك وهتكمل زي ما هي مكملة وماشية كويس، برضو هنشوف هل الملعب هيحتاج دينا عمرو بدل من تقى، أو تقى هتكمل، برضو هنشوف. على الناحية التانية الكابتن عمرو توفيق المدير الفني لنادي الجزيرة بيشوف ندى نافع النهاردة هي واللاعبة رضوى سالم هم اللي شايلين السناتر، اللي شايله الموضوع كله تحت الباسكت دفاعيا وهجوميا، تمام؟ مفيش حد ليه، ما اعتقدش ان ليهم تغييره، لكن هو هيقدر يتعامل معاهم في الكوارتر الرابع. الناحيه الثانيه برضو عندنا هل هيكمل باللاعبه ساره مسعود اللي راجعه من اصابه، هي ونوره مصطفى، اعتقد ان هو هيكمل بيهم لان هم الاساس في يعني صمام امان للفريق، هم عندهم الحلول الاختراقات او الثري بوينت او الفاست بريك، هم عندهم الحلول. هل هتقدر تساعدهم اللاعبه علياء خالد الشهيره بمارادونا ودي مواليد 2001، ولا هيضطر يطلعها بسبب قله الخبره وينزل اللاعبه منى حسني لخبرتها ويقدر يعتمد عليها في الثري بوينت او في الديفنس سواء زون 2 3 او المان تو مان؟ برضه هنشوف ايه الاحداث اللي هتتم في الكوارتر الرابع، كوارتر الفصل، كوارتر الحسم والتتويج بالبطوله في حاله فوز النادي. تشكيل النادي الاهلي اللي بادئ بيه الكوارتر الرابع: ساره مغربي، تقى جمال، ريم موسى مركز صانع اللعب، وهلا مصطفى، واللاعبه جنى مصطفى. الناحيه الثانيه مارادونا، لعيبه نادي الجزيره مان تو مان وندى نافع. هنشوف دلوقتي بعد الهجمه هل جنى مصطفى سلم كده من بعيد، لكن على طول رضوى سالم بتلم ما بتجيش وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الجزيره. نفس تشكيل نادي الجزيرة: رضوى سالم، مارادونا، نور مصطفى، سارة مسعود، واللاعبة ندى نافع. مارادونا أو علياء خالد تحاول تعدي، علياء، مارادونا بتشوط وتسجل أول ثلاث نقاط، أصغر لعيبة في الملعب مواليد 2001، بيعتمد عليها الكابتن عمرو توفيق في بداية الكوارتر الرابع. دي الفارق 65-56 لصالح النادي الاهلي. نور علي طلعت، هترد عليها ولا ايه؟ ما بتردش، ما بتجيش، بتلم على طول. هلا مصطفى، بتطلع تاني لنور علي طلعت، واحده فلوتر كده ما بتجيش، تلم على طول قائده القوات الجويه دفاعيا وهجوميا. هلا مصطفى، ما بتجيش، تراي كده سكند شوت، لكن على طول تقطعها في السكه، وبار ليا بتسجل نقطتين وتاخد فاول من اللاعبه رضوى سالم، بتسجل بيهم نقطتين لصالح النادي الاهلي 67-56، لكن مجهود قوي وجبار من اللاعبه هلا مصطفى، تراي على الباسكت اتقطعت منها، خدت تراي تاني اتقطعت منها واتخدت، قطعت الكوره وخدت باسكت كاونت وان مور، وان مور لصالح اللاعبه هلا مصطفى على التنفيذ. الرميه الحره الاضافيه ما بتنجحش في تسجيلها، وتفصل الصراع مارادونا، والحيازه التبادليه اعتقد لصالح نادي الجزيره، فعلا لصالح نادي الجزيره. نوره مصطفى على التنفيذ نادي الجزيره، الاهلي ضغط من اول ملعب لمارادونا علياء خالد، ندى نافع بتعدي بملعبها، رشيقه تعرف تعدي، عندها الفوت ورك، عندها السكيلز، تعرف تعدي بملعبها، تقدر تعتبرها مفتاح لها. ندى نافع، رضوى سالم، واحده كده ميديا مايا، وبتيجي فعلا بتزود نقاط نادي الجزيره 58-67 لصالح نادي الجزيره. ساره مغربي، هلا مصطفى، بتخترق بايديها الشمال ما بتجيش، تلم نور علي طلعت، تطلع واحده كده بتستعمل مربع
بيزك الباسكت بول وبتسجل نقطتين 69-58 لصالح النادي الاهلي. مارادونا او عليها خالد لساره مسعود، ساره مسعود بيز لاين وبتسجل نقطتين بترد بيهم على طول، لكن على طول لعيبه ريم موسى بترفع ايديها بتقول لهم هي غلطتي، وفعلا هي غلطتك ان انت سبتيها وما قفلتلهاش البيز لاين يا ريم، لكن اعتقد ان انت هتعوضي. تقى يجي لها سكرين من هاله نفس اللعبه على طول، لكن بتخطف على طول من الكره من ريم علي طلعت، نوره مصطفى بتخطفها بتستنى على ملعبها تدور على ساره مسعود بتحاول تخترق بتطلع كيك اوت، لكن بلي نوره رضوه، لكن بيحسب فاول كابتن محمد الدمياطي على اللاعبه نور علي طلعت لاعبه النادي الاهلي 69-60 لصالح نادي الاهلي. اوتسايد صالح نادي الجزيره، نوره مصطفى، ندى نافع، مارادونا او عليها خالد، بتدي لساره مسعود، ساره مسعود بتلف وترتكز وتسجل نقطتين 62-69 سبع نقاط فارق، لكن هنا بيحصل تايم اوت على طول يطلبه الكابتن ايهاب الالفي، بيطلبه على طول الكابتن ايهاب الالفي تايم اوت عشان يصحح اللي حصل في الاخطاء الدفاعيه ويشوف ايه القصه. زي ما احنا شايفين واضح عليه طبعا سير احداث الكوارتر الثالث من 20 نقطة لسبع نقاط. نشوف دلوقتي زي ما احنا شايفين 62-69 7 دقائق 35 ثانية على انتهاء الفترة الرابعة والمباراة. لكن نادي الجزيرة كابتن عمرو توفيق راهن على مارادونا. مارادونا نزلت 3 بوينت باصة اسيست قدرت تطلع بالملعب طلعت كام كورة ضيقت الفارق مع شغلها مع اللاعبة ساره مسعود قدروا ان هم يضيقوا الفارق لسبع نقاط لصالح نادي الاهلي. هل النادي الاهلي هيلجا لدفاع من اول ملعب ولما يرجع هيرجع على مان تو مان ولا زون ديفنس؟ هنشوف هل هيحصل تغييرات في صفوف اللاعبين ان مثلا تنزل دينا عمرو او تنزل رنا عبد الظاهر او يستعين باللاعبه يحيى زكريا، برضه هنشوف. فعلا استجاب الكابتن ايهاب الالفي وغير حصل تغيير ونزلت اللعيبه دينا عمرو بدلا من اللعيبه تقع. اوتسايد صالح النادي الاهلي، الجزيره مان تو مان من اول الملعب او مان تو مان بمعنى صح على اللعيبه ريم موسى ماسكاها مارادونا زي ما احنا شايفين، كره مع دينا عمرو، دينا عمرو نور علي طلعت كانت كده من ساره، ساره ما حاولتش تخش، نور علي طلعت ثلاثايه بتسجل اعتقد ان دي تحسب باثنين مش ثلاثه لان رجليها كانت على الخط. نقطتين لصالح النادي الاهلي 71-62 يتسع الفرق 11 نقطه. الاهلي قلب فعلا زون ديفنس عشان يقدر يضيق المساحات. مارادونا، ندى نافع، ساره، مارادونا ثاني، نور مصطفى بتجرب حظها في الثلاثات ما بتجيش، كره كده على طول ريم موسى بتطلع بتستلم الكره وبتلم رباوند، لكن بخبرتها طبعا مارادونا مواليد 2001 لسه تحت 18 سنه لكن مشروع لعيبه مبشره بتقدر تاخد منها فاول اللعيبه ريم موسى بخبرات الاحتراف الاوروبي ومنتخب مصر. ساره مغربي اوتسايد النادي الاهلي، نور علي طلعت للكابتن ودينا عمرو بنوسع الملعب بتفضي لمين؟ لريم موسى بتقطع وبتشوط 2 بوينت توسع الفارق تاني للنادي الاهلي 74-62 لصالح النادي الاهلي. مارادونا لنور مصطفى او نور ابو العلا لمارادونا تاني، الاهلي بيضغط ديفنس كويس ميديم شوت كده من اي حاجه ما بتجيش تلم تاني مارادونا على طول، ساره مسعود تهوش وتوصل للباسكت ما بتجيش، دينا عمرو تلم على طول ريم موسى، ريم موسى، ريم موسى هتقف هتنجح فعلا في اسيست جميل جدا وبايديها الشمال فينش ولا اروع ولا اجمل ولا احلى من اللاعبه هلا مصطفى. على طول كابتن عمرو توفيق يطلب تايم اوت عشان يعرف ايه اللي حصل 78-62 لصالح النادي الاهلي بعد ما كان الفارق 6 نقاط اصبح الفارق دلوقتي 14 نقطه. نجح النادي الاهلي او كابتن ايهاب الالفي بمعنى صح ان هو يعالج الثغرات الدفاعيه وان هو يقدر يلم بدل ما كان مان تو مان قلب زون ديفنس وقدر يضيق المساحات على لاعبات نادي
76 62 عفوا احنا كنا 9 وقدر يضيق المساحات على لاعبات نادي الشمس عفوا نادي الجزيره وقدر يمسك مفاتيح لعب نادي الجزيره وعطلها مع الفاست بريك للنادي الاهلي اللي نجح فيه واحد اهم عناصره او اهم اسلحه النادي الاهلي في حسم هذا اللقاء. هل سيستعين الكابتن عمرو توفيق مدير فني نادي الجزيره باللاعبه منى حسني؟ نشوف هل كابتن ايهاب الالفي هيغير في صفوفه ولا هيفضل مكمل على الخمسه دول؟ برضه هنشوف عنده اوراق رابحه بره، عنده منى يحيى زكريا، عنده جنة مصطفى، عنده باتسانات تحت الباسكت، عنده نور رنا عبد الظاهر، لكن رنا شفاها الله وعافاها تقريبا اتصابت دلوقتي، تمام؟ عنده مين تاني؟ عنده سهيل هشام 3 بوينت، عنده بوينت جارد، رنا علاء، دي اسلحه للنادي الاهلي هجوميا ودفاعيا. اوت سايد لصالح نادي الجزيره، لكن اللي انا شايف النهارده اللي قلبت الجيم في الكوارتر اللي فات كانت مارادونا اللي معاها الكوره دي. على طول رضوى سالم طلع الكوره لزميلتها اللاعبه ساره مسعود، وساره مسعود بتنجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الجزيره. تطلع دينا عمرو من الملعب 76 64 لصالح النادي الاهلي. هنشوف فاضل قد ايه. دينا عمرو بتحاول تخترق لكن الكره كده بتقع منها وتطلع اوت سايد لصالح نادي الجزيره. اوت سايد لصالح نادي الجزيره. مارادونا او الملقبه بعليها خالد تطلع لساره مسعود، سكيب باس الناحيه الثانيه لنوره مصطفى، رضوى سالم، مارادونا، باصات سريعه بره الثلاثه بونت، ساره مسعود طلع لنور مصطفى، بتدور على ساره مسعود ثاني وفين، وتغيير اتجاه كده اثناء السلم بتنجح في تسجيل نقطتين وتضيق الفارق 10 نقاط لصالح النادي الاهلي. 76 66 لصالح النادي الاهلي. ساره مغربي، نادي الجزيره قلب زون ديفنس، وباصه جميله جدا من اللاعبه هاله مصطفى لمت الناس حواليها، فضت على طول لريم علي نور علي طلعت بتنجح في تسجيل نقطتين، يتسع الفارق 12 نقطه لصالح النادي الاهلي. ماذا سوف نرى في الدقائق المتبقيه؟ هنشوف دلوقتي مباراه جميله ممتعه. ساره مسعود جزيره، رضوى سالم جزيره، بتدور على شوطه بتحاول تخترق اي حاجه، على طول بتلم نور علي طلعت بتحاول تلحقها لكن ترد تاني لرضوى سالم بايديها الشمال بلوك، ما فيش اجمل من كده من هاله مصطفى، طلع على طول من جري على الفص بريك، ساره مغربي بايديها الشمال بصة اسيست رائع من اللاعبه ريم موسى بتنجح في تسجيل نقطتين، 14 نقطه فرقه هو الفارق يا ساده. 80 66 لصالح نادي الاهلي. ساره مسعود بتحاول تخش لكن على طول تعترضها اللاعبه ساره مغربي بفاول نميتين حرتين لصالح نادي الجزيره. 4 دقائق فارق، 4 دقائق متبقي من زمن هذا الكوارتر، بيحصل تغيير دلوقتي في صفوف النادي الاهلي، تخرج ساره مغربي وهنشوف هتنزل مين. لا دي ما خرجتش، يبقى تشكيل النادي الاهلي ريم موسى، ساره مغربي، دينا، وهاله مصطفى، ونور علي طلعت، وساره مسعود تسجل اول نقطه 80 67 وتسجل الثانيه 80 68. 12 نقطة فارق ما بين الأهلي والجزيرة في ديربي الجزيرة نهائي منطقة القاهرة موسم 2017-2018. سارة مغربي تمسك الملعب، منى حسني بيستعين بيها كابتن عمرو توفيق، نور علي طلعت تدي الكرة للكابتانو دينا عمرو، تعمل لها سكرين، بتدور على بنتريشن، فعلا بتدور على بنتريشن وبتنجح في انها تاخد فاول من اللاعبه ندى نافع، لاعبه الجزيره رقم 22، وتتلقى التشجيع من زملائها. دلوقتي اللي بيطلع بالملعب ساره مغرب، رميتين حرتين لصالح النادي الاهلي، على التنفيذ اللاعبه او الكابيتانو دينا عمرو، ما بتوفقش في تسجيلها الرميه الحره الاولى 80 68 12 نقطه فرق. الرمية الحرة الثانية تنجح في تسجيلها 4 دقائق وثانية على انتهاء زمن الفترة الرابعة أو الكوارتر الرابع والمباراة. منى حسني عنصر خبرة نادي الجزيرة بتنزل مع مارادونا العنصر المشاكس،
ليه؟ مارادونا تاني بتجرب حظها، مشت معاه اول مره ما مشتش الثانيه، تطلع اوتسايد على طول لصالح نادي الاهلي. اوتسايد لصالح النادي الاهلي. ساره مغربي اللي خدت مركز واحد بدل من ريم موسى اللي قلبت مركز اثنين، لان ماسكاها على طول زي ما احنا شايفين مارادونا، يعني ايه ماسكاها كده جامد. وبصه سحريه، بصه سحريه، ماركه ام بي اي، ماركه دبليو ان بي اي، قول زي ما انت عايز، لمت الناس كلها في حته ولمتنا احنا معاهم في حته، وطلعت الكره كده لهلا مصطفى، وهلا مصطفى ما ترفضش الهديه وتسجل نقطتين 83 68. رضوى سالم طلع لمارادونا، مارادونا لرضوى سالم تاني على الثلاثة بونت، ما بتجيش، بتطلع فين؟ منى حسني، منى حسني تدي ليه؟ ساره مسعود، ساره مسعود ارتكاز بلف بدوران، ما فيش، بتطلع لمارادونا، مارادونا ليه؟ منى حسني، لكن على طول هلا مصطفى بتقطع، بتطلع بالفص بريك عن ساره مغربي الناحيه الثانيه، لكن فعلا بتباص الناحيه الثانيه، بتاخد الكره كده على طول هلا مصطفى، كانت باصه صعبه لكن بتنجح في انها تاخدها وتسجل نقطتين لصالح نادي الاهلي 85 68. على طول كابتن عمرو يطلب تايم اوت لصالح نادي الجزيره. النادي الاهلي فعل احدى اهم اسلحته الهجوميه وهو الفاست بريك، مع تقفيل دفاعاته بالزون ديفنس والضغط على اللعب مفاتيح اللعب، قدر نوسع الفارق تاني 68 85، دقيقتين 54 ثانية زي ما احنا شايفين على الشاشة. ثلاث فاولات على نادي الجزيرة وفاولين على النادي الاهلي. اي حد هيوصل للفاول الرابع، رميتين حرتين على اي فريق. دقيقتين 54 ثانية على انتهاء الفترة الرابعة او الكوارتر الرابع واحداث المباراة. تايم اوت لصالح نادي الجزيرة. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكابتن عمرو توفيق المدير الفني لصالح لنادي الجزيرة. حصل تغييرات في صفوف النادي الاهلي او نادي الجزيره، هنشوف دلوقتي. نادي الجزيره منى حسني متواجده، واللاعبه نوره مصطفى، واللاعبه هنشوف دلوقتي. دقيقتين 54 ثانيه اول ما الكره تمسك تعد التايم على طول، يبقى خرجت مارادونا ونزلت مكانها اللاعبه ندى نافع. منى حسني بتهوش، تحاول تخترق، لكن على طول قائدة القوات الهجومية والدفاعية الجوية هلا مصطفى تاخد الكرة كده في الهواء، وريم موسى بتحاول تفل بتعدي فعلا بالكرة، هتقف تدي لهلا مصطفى، هلا مصطفى سكيب باس الناحية التانية لسارة مغربي لكابتانو دينا عمرو، بتطلع النور علي طلعت، كرة حائرة هلا مصطفى، من سيحسمها؟ هيحسمها بنتريشن أو شوطة، على طول اللاعبة ريم موسى تحسمها بشوطة لكن ما بتجيش، بترد عليها على طول منى حسني، لكن كرة كده اي حاجه بتلم على طول الكابتن ودينا عمرو 85 68 لصالح النادي الاهلي. في تغيير هيحصل في صفوف النادي الاهلي، دينا عمرو الكابتانو تدي الريم موسى، لا ما تديش الريم موسى، بتحاول هي تخترق، بتحاول اي حاجه كده ما بتجيش، على طول ساره مسعود بالريباوند بتلم كرتها وبتعدي من دينا عمرو، ساره مسعود وكرة جميلة لندى نافع في اللحظات الأخيرة 85 70 لصالح النادي الأهلي، 15 نقطة لصالح النادي الأهلي في نهائي ديربي الجزيرة ما بين الأهلي والجزيرة على نهائي المنطقة لموسم 2017 2018. هلا مصطفى وسيمي هوك الشهير بتاعها تلم تاني السكند شوت، تطلع بيها لسارة مغربي، لكن تتراجع عن موقفها في الشوط، تدي لهلا مصطفى تاني، هلا مصطفى تحاول تخترق، بتعمل سكرين لريم موسى، ريم موسى تقف واتجاه كده دوران في الهواء لهلا مصطفى على الثلاثة بونت ما تجيبش، لكن على طول اللاعبة نور علي طلعت بتنجح في الريباوند وتستطيع الحصول على رميتين حرتين، وهنقول لكم فاضل قد ايه دلوقتي. بيحصل تغيير في صفوف النادي الاهلي، جانا مصطفى بدل من هلا مصطفى، هم مش اخوات بالمناسبة،
وايه تغيير تاني هيحصل اعتقد بعد الشوطين دول. نور علي طلعت على التنفيذ، الرميه الحره الاولى ما بتوفقش في تسجيلها. الرميه الحره الثانيه وبتنجح في تسجيلها، يتسع الفارق الى 16 نقطه، 86 70 لصالح النادي الاهلي. لحظات او اعتقد اقل من دقيقه فاضل، هنشوف دلوقتي نوره مصطفى ابو العيله لعيبه نادي الجزيره لساره مسعود، طبعا مش مكتمله الشفاء النهارده. منى حسني تجرب حظها في الثلاثيه، بتنجح في التسجيل، تضيق الفارق الى 13 نقطه لصالح النادي الاهلي. رنا علاء نزلت مكان ريم موسى، بتعدي رنا علاء، بدات المباراه وبعد كده لسه نازله دلوقتي. نور علي طلعت، لا ريم موسى موجوده، يبقى نزلت هي مكان دينا عمرو. ريم موسى بتحاول تخترق ما بتنجحش في تسجيلها، بتلم على طول نوره مصطفى، تدي لساره مسعود، ساره مسعود بتحاول تخترق، بتطلع ليه منى حسني، بتبحث عن الثالثه، بتبحث عن الثالثه، بتبحث عن الثالثه، ما بتجيش، تلم رنا علاء على طول، طلع وان هاند باس لريم موسى، ريم موسى على طول فاصل بريك، لكن على طول بتعترض اللاعبه ندى معوض، اللاعبه لاعبه نادي الجزيره تعترض اللاعبه نور علي طلعت برميتين حرتين لصالح النادي الاهلي. 86 73 اعتقد فاضل يعني 23 ثانيه تقريبا او حاجه كده، 13 نقطه فارق كده في حاله فوز الاهلي، يبقى الاهلي اول، الشمس ثاني، و 21 ثانيه المتبقي، يبقى الاهلي اول، الشمس ثاني، وهليوبلس ثالث. الرميه الحره الاولى والثانيه بتضيع، بتلم على طول نور مصطفى، لكن بتعترضها جنى مصطفى لاعيبه النادي الاهلي بفاول اوتسايد لصالح نادي الجزيره. 19 ثانيه نور ومصطفى يبحثون عن الثلاثيه لتضييق الفرق. لعيبه نادي الجزيره حاول تخترق، بتقطع في السكه، نور علي طلعت تقطع، طلع ريم موسى، ريم موسى بتجري في الفاست بريك، خلاص المباراه انتهت اكلينيكيا. رنا علاء طلع باصه كده ما فهمتهاش على طول اللعيبه هبه، وبتنتهي المباراه بفوز النادي الاهلي، فارق 13 نقطة، 86 73 ليعتلي منصة التتويج في بطولة المنطقة لكرة السلة في درب الجزيرة، استطاع أن يحسمها ويحتل المركز الأول، والمركز الثاني هو نادي الشمس، والثالث هو هليوبلس. شكرا لكم على حسن المتابعة أعزائي المشاهدين، كان معكم محدثكم الرياضي أحمد علي، شكرا لكم.